أشارت نتائج اختيار البضائع السياحية الرائعة الصادرة أثناء المهرجان الدولي السابع وطريق الحرير الذي تقيم مصلحة الصين للسياحة إلى أن رسوم أوراق البردي المصرية أصبحت إحدى أكثر 10 بضائع سياحية تلقي إقبالا شعبيا لدى الصينيين. ويقام المهرجان حاليا في شمال غرب الصين، وصدرت نتائج فعاليات اختيار 8 سلاسل بما فيها المدن السياحية والمناطق السياحية وفعاليات العلامات السياحية والفنادق أيضا والأطعمة ذات الخصائص المحلية والبضائع السياحية ووكالات السفر الأجنبية والمحلية.